السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، رمضان هل علينا ان شاء الله بالخير، وان شاء الله ربنا يزيح عننا الغمة دي بتاعت كورونا، وبإذنك يا رب يبقى رمضان سعيد علينا وعليكم اجمعين. انا النهاردة اهو بدمس الفول زي ما انتم ما شايفين، دي بقيت حلقة الفول او زي ما انتم ما شايفين كده. هعمل بقى النهاردة الزيت بتاع الفول، التغذية بتاعته. تعالوا نشوف المقادير. دي المقادير يا حبايبي، بصوا دي ازازه الزيت، هي طبعا ناقصه على اساس لما هحط المكونات هتعلى. عايزين يعني لحد تبقى نص الازازه، الازازه كامله براحتكم، لان هنرجها وهتزيد طبعا مع الحاجه. ما هنحط معلقتين كزبره ناشفه، كمون، شطه، 4 ليمونات عصرهم، هنحط معلقتين طحينه، الملح، ودي هنحط معلقتين خل برده. يلا يلا بينا نعملهم. اول حاجه هنحط ايه؟ الليمون على الزيت زي ما انتم ما شايفين كده اهو، تمام. بعد كده هنحط الخل 2 كبار، بعد كده اهو هنحط معلقه شطه، لو انتم بتحطوه بقى حراق يبقى معلقه شطه كبيره، لو انتم بتحبوها يعني نكهه كده يبقى هنحط طبعا ايه نص معلقه حسب انتوا وضعكم، بس عشان الاولاد. وهنحط معلقه كمون كبيره معايا، كل ده في الازاز. وهنحط معلقه ملح كبيره او 2، بس خلي بالكم انتوا طبعا ايه اللي عايز يملح بعد كده. وهنحط معلقه كزبره كبيره، يعني مقدار معلقتين من الصغيرين، تمام. وطبعا الطحينة هنحط منها 2 زي ما انتم شايفين، وكل ده بقى وهنرجه وحطوه بقى على الفول بالليل في السحور بإذن الله، نشوفه جميل. زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده اهو نرجه بقى كله مع بعض كده اهو، شايفين؟ شايفين بقى الازازه زي بتاعت العربيات الفول بالظبط، وذوقوا كمان طعمها. وكل سنه وانتم طيبين وبصحه وسعاده ورمضان كريم علينا وعليكم أجمعين وعلى أمة المسلمين. باي باي.